الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين من أمة سيدنا محمد طه الأمين، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وروى سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والصوم جنة. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث النبوي الشريف يخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: كل عمل ابن آدم يضاعف، كل عمل صالح يفعله المسلم بنية حسنة ويكون عمله موافقا لشرع رسول الله يضاعف، الحسنة بعشرة أمثالها على الأقل، كل حسنة تقبل تضاعف إلى عشر أمثالها، إلى 700 ضعف. الله يضاعف هذا لمن يشاء. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. معناه الله سبحانه وتعالى وحده العالم بكم ينال هذا الصائم من مضاعفة الأجر. إلا الصوم فإنه لي، لما في الصيام من فضل عند الله، لأن هذه الفريضة، فريضة الصيام، لها مرتبة عالية في الدين. فلذلك قال ربنا في هذا الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وحده سبحانه المنفرد بعلم مضاعفة ثواب الصائم إلى أكثر من 700 ضعف، إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. يدع أي الصائم طعامه وشهوته من أجلي. هذا الصائم يمتنع عن هذه المفطرات من طعام وشراب ومقاربة النساء وما شابه ذلك من المفطرات، كل ذلك لأجل الله. ما الذي دفعك أن تصوم؟ طلب رضا الله. ما الذي جعلك تمتنع عما تشتهيه في نهار رمضان من الطعام والشراب ونحو ذلك؟ هو رضا الله. فامتناعك عن هذه المفطرات طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى في هذا منزلة عالية في الدين.
فإياك وأن تغفل عن هذه الرتبة، فإنها عالية في دين الله رب العالمين. ثم قال: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، معناه عند فطره يفرح أنه أتم الصيام على الوجه المشروع، عند فطره يفرح لأنه أتم الصيام وقد اجتنب فيه المبطلات. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. كلمة لقاء ربه، قال العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: لقاء الأجل الذي قدره ربه وهو الموت. فهذه العبارة في لغة العرب صارت تستعمل عبارة عن الموت، من لقي الله فله كذا، أي من مات، عند لقاء ربه أي عند الموت. معناه الصائم يفرح بعد موته بما يراه من عظيم الأجر الذي ناله على صيامه، ألا يفرح؟ يفرح كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام: ولخلوف فم الصائم. الخلوف بضم الخاء، وهو تغير رائحة الفم بسبب الصيام. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله، والمعنى أي عند الملائكة، من ريح المسك، معناه أثر هذا تغير رائحة الفم أثوب عند الله من أن تتطيب بالمسك. كم للتطيب بالمسك من خير، وحسن الشرع على ذلك، لا سيما نتكلم عن الرجال، وأن الرسول قال عن المسك أطيب الطيب. مع ذلك هذا الذي يحصل من الصائم أثوب عند الله من أن يتطيب الواحد منا بالمسك. قال عليه الصلاة والسلام: والصوم جنة، الصوم وقاية من النار. فما علينا معشر المسلمين إلا أن نؤدي هذه العبادة، فريضة الصيام، على الوجه الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. فهلموا جميعا لتتعلموا هذه الأحكام التي تتعلق بالصيام، من معرفة أركان وفرائض الصيام، من معرفة ما هي مبطلات الصيام، حتى نؤدي ما أمر الله ونبتعد عما نهى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا على أداء صيام رمضان على الوجه الذي يرضاه سبحانه وتعالى. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ونقرأ إلى سيدنا رسول الله وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وعامة المؤمنين من سورة الفاتحة.